اللي لازم تعرفه اسمعوا هذا اللي سبب مشاكلنا في الحياة وسبب مشاكلنا مع الناس هو شيء واحد، ذكر الله في القرآن في 123 موضع اللي هو الخوف. قال تعالى: وإن خفتم ألا تعدلوا وإن خفتم ألا تقسطوا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا واللاتي تخافون نشوزهن وإما تخافن من قوم خيانة وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وكثير من الآيات في القرآن اللي تتكلم على توقع الأمر والخوف منه قبل حدوثه. ما شاء الله. وأكثر ما ذكر الخوف في القرآن ذكر مقرونا بلا الناهية أو لا النفي، لأن أي خوف ليس بخوف من الله عز وجل هو من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الله عز وجل في أغلب مواضع القرآن التي كان يخاطب فيها المؤمنين أو يخاطب فيها الأنبياء ويعلم الخوف منهم من أمور حاصلة في الدنيا وهي طبيعة الإنسان، لأن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، والجزع ومرتبة تانية من الخوف، فهي طبيعة الإنسان. ولكن الإنسان مراتب: الكافر والمشرك والمسلم والمؤمن. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لما ألقى سيدنا موسى عصاه ورآها حية تسعى وخاف منها، قال الله عز وجل: خذها ولا تخف. وفي موضع آخر: أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ولما خاف سيدنا موسى وهارون عليهما السلام من فرعون قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولما أوجس في نفسه خيفة موسى من السحرة قال الله عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ولما أدركه فرعون بجنوده قال الله عز وجل: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولأن الله عز وجل يعلم أن الخوف من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. شن قال الله عز وجل لأم موسى؟ فإن خفت عليه، الله عز وجل يعلم أن أم موسى تخاف عليه من أن يقتله فرعون، فإن خفت عليه، العقل شن بيقول؟ الله عز وجل بنجيه. قالها: فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حسن. وكذلك لما جاء الرسل إلى لوط وأرادوا أن يجعلوا عاليها سافلها وينزلوا عذاب الله عز وجل، قالوا: لا تخف إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هو وصاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. جل آيات الخوف اقترنت بلا، اقترنت بالنهي، لأن الخوف قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الخوف من الشيطان ليدخل الحزن في قلوب المؤمنين. ولكن من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى الجن لما آمنوا قالوا: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وكذلك قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. الخوف الوحيد الذي عليك أن تخافه هو الخوف من الله. ومن خاف مقام ربه ما تخافش من اللي جاي، إنه هو بيد الله عز وجل. حسن.